احنا ما نعرفش واحدة بالاسم ده. ولا سكينة؟ ما نعرفوش واحدة بالاسم ده ساعة البيه. ونزلة ابو الليل؟ ما نعرفوش واحدة بالاسم ده ساعة البيه. دي كانت صاحبتك وكنت بتاخدها تروح بيها عند رايا. الكلام ده ممشيش عليها ساعة البيه. انت مصر على كلامك ده؟ مين اللي قاعد قدامك ده يا رايا؟ ده عرابي الصوامع. انت تعرف الست دي يا عرابي؟ ايوه عليك، انت بتبحلق فيا كده ليه يا عرابي؟ عامل نفسك مش عارفني. ايوه افتكرتها ساعة البيه. الحرمة دي سكنت في المسكوبية قد جمعتين، وسكان هناك كرشوها عشان كانت سمعتها وحشة. اخص عليك، انا سمعتي وحشة يا راجل يا ناقص يا دوب؟ هات الطفلة اللي برا يا عسكري. تعالي يا بديع، تعالي. تعالي. تعرفي الراجل ده يا بديع؟ ايوه انا عارفه، كان بيجي عندنا البيت. انت تعرف عرابي حسان الشهير بعرابي الصوامعي؟ الصوامعي؟ اعرفه ساعة البيع، عز المعرفة. صاحبك يعني؟ لا مش صاحبي، احنا كنا جيران في السكن في المسكوبية. وتعرف رايا همام؟ رايا ايوه نعرفوها، كنا جيران برضو كده يعني، زي عرابي لا مؤاخذة. وتعرف مين جوزها؟ جوزها اسمه حسب الله سعيد. وما زال جوزها ولا طلقها؟ لا معلش معلش ساعة البيه، لا دي حاجات بناتهم وبنات بعضيهم، يعني ما نعرفوش حاجة عنها. يعني صحيح رزيل بس مش قوي كده. انت كنت بتتردد على رايا وحسب الله في بيتهم؟ لا لا يا بيه، يعني كل اللي كان بيني وبناتهم سلام عليكم وعليكم السلام ومن بعيد. رايا قالت انك كنت وكله. رايا قالت، رايا قالت، مفيش عبد الرازق قال ولا قال. انت هتهزر؟ جاوب على قد السؤال. رايا قالت ان انت وصاحبك عرابي كنتوا بتاخدوا ستات وتروحوا عندها البيت. اخص حض الله ما بيننا وبين الخبص. لا سعاده البيت ده يبقى اللهم احفظنا زنا، واني راجل مش خباص، اني بنصلي وبنصوم. اني مش عارف ليه الوليه الرزيله تقول عليا كلام زي ده. تصدق سعادتك؟ هتصدق ان شاء الله الوليه رايا دي قوي. وقد أمرنا باستدعاء كل من حسب الله سعيد مرعي ومحمد عبد العال للمثول أمامنا ومواجهاتهما بأقوال المتهمين. رايا قالت إنك طلقتها من 3 أشهر، ولما فتشنا الأوضة لقينا عندها حلق ذهب. قالت إن الحلق ده أنت اشتريته لها الشهر اللي فات. الرية دي مرة كدابة ليه؟ ايوه ألع... كلامها ما يمشيش عليا لما انا مطلقها من يجي من يجي 3 سنين. ما انت باين عليك مبسوط وغني اهو. امال رايا بتقول انك شغال فاعل وبتشيل زلط ورمل. مراتي دي لما ما تعرفش عني اي حاجة يا بيه. لما اني بشتغل مقاوي الانفار. اكتب يا جرجس افندي، وبتفتيش المدعو حسب الله سعيد وجدنا معه كما أسفر تفتيش المدعو محمد عبد العال عن العثور معه على ساعة فضية وإيصالات لحوالات بريدية باسم عبد الفتاح السويفي. مين عبد الفتاح السويفي ده يا بعال؟ ده حماية ساعة البيه. أبو سكينة؟ سكينة مش مراتي يا ساعة البيه، ده أبو مراتي اللي أنا جوزتها في البلد. يا بيه أنا قلت لك رايا دي مش على ذمتي، وأنا ما نعرفش بيت إيه اللي في علي بيه الكبير اللي حضرتك بتقوله دي. تصدق يا باشا؟ هتصدق إن شاء الله. يعني صحيح رزيل قوي بس ما نحبوش اللي اترازل عليا. يعني لا نعرف حسب الله سعيد ده ولا محمد عبد العال دوكا. أنت
انت كده بتغير اقوالك اللي قلتها في المحضر. انا بيه مخي ياه قوي، ما هوش دفتر، بس انا ما نعرفوش الناس دولي. سعادة بيه، انا ما نعرفش واحدة من النسوان اللي قلت عليهم، ولا عمري شفت واحدة منهم. وبديعة اللي قالت انك بتضربها؟ ما عرفش حوار، ما اسمها بديعة. انت قلتي ان انت تعرفي واحد اسمه عرابي، تعرفي واحد اسمه عبد الرازق؟ يعني ما نعرفش حد خالص. ازاي يا بديعة؟ انت قلت ان عرابي ضربك من اسبوعين ودخل نام عندكم في الاوضه. لا، ما حدش ضربني غير ابوي. يعني عرابي ما ضربكيش خالص؟ لا لا حول ولا قوه الا بالله، حتى العيله الصغيره بتغير اقوالها